بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم فريق العزيز صديقتي العزيزه، الف مليون مبروك للمنتخب التونسي. كل اللي احنا طالبينه من حضرتك، لو عجبك الفيديو ممكن تحط لايك وسبسكرايب، ما عجبكش ممكن تشتم صاحب القناه عادي جدا، مفيش اي مشكله. الف مليون مبروك للمنتخب التونسي اللي بيقدر ينهي توقف سبتمبر بالفوز على منتخب جامبيا 2-1، الفوز الاول في تاريخ منتخب تونس على منتخب جامبيا. ما تستغربش، جامبيا وتونس لعبوا بعض قبل كده مره واحده والمنتخب التونسي اتغلبها قدام جامبيا، فالمره دي الفوز الاول في تاريخ تونس امام جامبيا وبره ملعبك. احنا بنلعب في المغرب بس بره ملعب المنتخب التونسي. منتخب تونس الشوط الاول لعب شوط نوعا ما كده كفيل ان هو يخليك تقفل المباراه وتخش تنام، لكن الشوط الثاني كان نوعا ما شوط الصلح. بس برضه هنا لازم ندي الشابوه دايما لأمان الله مميش، هناك نجم كل مباراة ولكن أمان الله مميش نجم كل مباراة. خلينا نكون صريحين مع بعض، في واحد ممكن يتألق ويعمل ماتش كويس ويعمل ماتش عظمة وتلاقي الماتش اللي بعديه سيء، إنما أمان الله مميش الله أكبر عليه. ولا الصغير بيقدر يثبت إن أنا أقدر أكون حارس أكبر فرقة في تونس وحارس المنتخب التونسي في نفس الوقت، مفيش أي مشكلة. تصديات الحارس أمان الله مميش الشوط الأول هي اللي كسبت منتخب تونس. خليني أكون صريح معاك، الكرة اللي صدها من ينكوبا منتا لاعب برايتون في نهاية الشوط الأول دي اللي جابت الماتش. خلينا نكون صريحين، في الوقت اللي لعبت منتخب تونس قدروا إن هم يبدأوا الماتش شكله كويس، ومنتخب تونس سجل هدف عن طريق لاعب زي علي العبدي. تكبير بالرمضان لعب الفاول والحارس اخطا في صدها فعلي العبدي سجل هدف جميل. هندوس بقى على منتخب جامبيا، مش مهم بقى موسى بارو وينكوبا منتا وكل الرجاله دي، ارميهم يابا على جنب، هندوس على وشهم. ايه ده دخل فينا جول؟ ينكوبا منتا رقص علي العبدي والكره فضلت تخبط لحد ما علي سويه شاطها وخبطت في فرجان الساسي. طب هنعمل ايه؟ لا هنعمل ايه، هندافع. منتخب تونس اتهز هزه غريبه بعد ما دخل فيه الهدف، عطى فرصه كبيره للمنتخب جامبيا ان هو يبقى خطير. وطبعا يا صديقي شفنا موضوع الاطراف، ان منتخب تونس بيلعب باك شمال وجناح شمال ناحيه اليمين زي كابتن مرتضى بن والناس، وبيلعب محمد علي برمضان لاعب نص الملعب كجناح شمال، فانت بتبص على منتخب تونس بلا اي حلول على الاطراف. فعليا يعني منتخب تونس كان عنده مشكله كبيره جدا في الاطراف. وحمزه رفيعه اهم حاجه بالنسبه له ان احنا نلعب كره جميله. اللي اتظلم بصراحه علي يوسف، انا شايف ان علي يوسف اتظلم. حتى منتخب تونس لما كان سيء والشوط انتهى 1-1 وامان الله مش مدخلك الشوط 1-1 افضل من 2-1، اول حاجه عملها ان انت نزلت هيثم الجويني مكان علي يوسف. وعشان الجويني يثبت لك ان التغييره دي تغييره غريبه، هيثم الجويني بيجي له انفراد في الست ارضه بيرقص اللاعب وبيشوط في ايد الحارس. كابتن هيثم مفيش فايده، مش هنتغير احنا في سنتنا دي. هيثم الجويني حلف ان هو ما يسجل اهداف مع منتخب تونس باين. ايه يا عم هيثم؟ فرص سهله قوي، حاجات زي دي ما بتضيعش. بس كابتن هيثم الجويني عادي، انا ممكن اضيعها. المشكله ما فيش مشكله خالص يا كابتن هيثم، عادي. يمكن يا اخواننا مميز بالكرات العرضيه. طب كره عرضيه برضه بيلعبها في نص الجون، ايه يا كابتن هيثم؟ في المنحه بتجيب جوان عامله ازاي يا كابتن هيثم؟ خلاص مش هنظلم هيثم الجويني، نسكت على كده. لا، المنتخب الجنبي حس بالخطوره المدرب فراح مطلع لاعب نص ملعب وقرر ان هو يعمل تغييراته. جميل جميل جدا، منتخب تونس كان افضل بكتير الشوط الثاني. منتخب تونس كان افضل، بدانا نشوف برمضان بدا يشكل خطوره لما بدا يخش لجوه. نعم برمضان لما بيتطرف الموضوع بيبقى بالنسبه له صعب، انت خطورتك لما بتخش جوه. بدانا نشوف سويتشات كده مرتضى بن والناس يروح ناحيه الشمال ومحمد علي برمضان يروح ناحيه اليمين، عادي جدا. جميل والله يا شباب، حلو حلو محاوله ان انا ادور على اي حاجه تخليني اقدر اطلع بالمباراه وادور على اي حل. وفعلا من اثناء اثناء المحاولات دي يا صديقي العزيز، محمد علي برمضان بيقدر ياخد اسيست جميل جدا من راد بوشنيبه، لان زي ما قلت لك كده صديقي، بالرمضان ومرتضى بن والناس كانوا بيبدلوا مع بعض، واحد يروح شمال وواحد يروح يمين، فبالرمضان راح شمال وقدر ان هو يسجل، راح الناحيه الثانيه ناحيه اليمين وقدر ان هو ياخد عرضيه من رائد بوشنيبه ويحط الهدف الثاني ويخلص الدنيا بالنسبه للمنتخب التونسي. شوط ثاني تونس افضل بكتير من منتخب جامبيا. منتخب تونس لما كان بيضغط دايما كان بيبان مساوئ خط دفاع منتخب جامبيا، تونس لما كان بتهاجم دايما كان بتبان ان خط دفاع منتخب جامبيا سيء. عندهم نص ملعب محترم وعندهم خط هجوم قوي بقياده موسى بارو ولاعب التعاون وينكوبا مانتا لاعب فريق برايتون، وكمان اليو فاديرا ده بيلعب في الدوري التركي، وكمان علي سويه، فانت بتتكلم على رباعي قوي جدا هجوميا، انما خط الدفاع بتاعهم الموضوع مش افضل حاجه، حارس المرمى الموضوع مش افضل حاجه، ودي مشكله منتخبات افريقيه كتير، انك تلاقي خط الهجوم بتاعهم مرعب، خط الوسط مش افضل حاجه، خط الدفاع سيء، حارس المرمى رايح في داهيه.
ألف مليون مبروك للمنتخب التونسي. برضو لازم نثني على منتصر الطلبي وسيم مرياح. في الماتشات اللي مرياح بيكون سيء فيها بننتقده، في الماتشات اللي مرياح بيكون كويس فيها لازم تتكلم عليه بشكل ايجابي. عيسى العيدوني وفرجاني ساس الشوط الثاني كانوا رائعين برضو. مرتضى بن والناس حاول على قد ما يقدر لكن هو ده اللي قدر يقدمه. بلال المجري اعتقد ان هو كان يستحق وقت اطول. هيثم الجوني بيثبت لك للمره المليون ان مش هو الفارق بتاع منتخب تونس. اما تغيير نادر الغندري مكان حمزه رفيع فهي محاوله للحفاظ على النتيجه. الف مليون مبروك للمنتخب التونسي. منتخب تونس النهارده عمل شوط تاني جيد جدا لكن شوط اول الوضع كان سيء. وفي كل الاحوال احنا عارفين منتخب تونس ان شاء الله يتاهل لكاس الامم الافريقيه ويتاهل لكاس العالم، لكن المفروض ان انت بتحاول انت تبني على التصفيات وبتحاول انت تشتغل على التصفيات. فنتمنى ان منتخب تونس يبني على التصفيات ان هو محتاج فرود ومحتاج جدا موضوع اجنحه. لو انت ما عندكش اجنحه قويه في الدوري ممكن تجيب من اوروبا، اما لو انت ما عندكش في اوروبا وما عندكش في الدوري فانت ممكن تتكلم في الموضوع ده كتير. اي نعم اصابه الياس العاشوري واصابه يوسف المساكني فرقوا جدا في موضوع الاطراف ده، وحتى يعني كنت كان نفسي اشوف سيف الله الطيب بياخد وقت اكتر، انما قصه مرتضى بن والناس وقصه يعني هو تقريبا سيف الله الطيب سيف الله الطيب كان معاه بره، يعني قصه انا اشوف مرتضى ومحمد علي برمضان على الاطراف دي مش افضل حاجه خالص، مع ذلك هو الراجل صمم عليها. بس يحسب لفوز البنزيت الشوط الثاني وكاده الشوط الثاني، انما الشوط الاول لا امان الله ما مش هو اللي طلعك منه على خير.